الحقيقه المصريين بيخافوا من حاجات غريبه جدا. الحيوانات الاليفه اللي احنا بنربيها في بيوتنا زي القطط والكلاب، الناس عندهم فوبيا منها. على اي حال المخاوف عندنا متعدده، كل واحد حسب بيخاف من ايه. هنا احنا بنسميها فوبيا. ازاي نقدر نتعامل معاها؟ ازاي نقدر نحس بالامان؟ لان دايما بنقول ان الامان ده شعور، ممكن الواحد يعيش طول عمره خايف ما يجربوش حاجه خالص، انما هو طول عمره عايش مهدد بمشكله كبيره اسمها الخوف. خلينا نتكلم عن الموضوع ده مع ضيفتنا دكتوره رشا الجندي، استاذ علم النفس والخبيره النفسيه. صباح الخير يا دكتور. صباح الورد. عامله ايه؟ صباح الورد. تمام. بتخافي من القطط والكلاب برضه؟ لا لا. هو بس احنا الاول عايزينك تقولي لنا يعني ايه الفوبيا، عشان في ناس رابطه بين ان هي خايفه مجرد الخوف العادي بس بتتعامل وبتواجهه، والفوبيا حاجه تانية خالص. يعني الفوبيا ما فيهاش ان احنا نواجه ابدا. عايزين نعرف ايه هي الفوبيا. هو طبعا الفوبيا هي كلمه يونانيه معناها الخوف من، بس احنا عايزين ناس تفرق ما بين الخوف العادي. يعني انت مثلا لو بتخاف من الضلمه بس انت بتخاف خوف عادي، ده طبيعي لانك بني ادم. يعني الناس اللي بتخاف من الكلاب، ما هو طبيعي ان انت تبقى ده حيوان وممكن يعضك وممكن يتصرف تصرف مش متوقع، فطبيعي ان انت تعمل حساب وتحرص للحاجات دي. الناس اللي بتخاف من الاماكن العاليه قوي، طب ما هو ده طبيعي برضو، لان انت لو بصيت مثلا بطريقه معينه وممكن تقع. يعني احنا عايزينك تحرص وتخاف الخوف العادي. لكن في ناس بتخاف خوف مش عادي، خوف مرضي. بيحصل لها حاجات، تلاقيها مثلا بتعرق جامد لما بتشوف الحاجه دي، ممكن يوصل لمرحله ان خلاص هيغمى عليه، دقات قلبه بتبقى سريعه جدا. بيخاف خوف مش عادي، وخصوصا لو كان الانسان ده في طبيعته مش كده. تلاقي ما شاء الله مثلا بنت هاديه ورزينه جدا، او راجل كده طول بعرضه، أو ما يشوف الحاجة اللي هو عنده من الفوبيا بيتحول وكأنه بيبي صغير يعني. فطبعا شخصيته بتتحول تماما، وبتشوفي البني آدم في أقوى لحظات ضعفه. الفوبيا من الألم نتعامل معها إزاي؟ يعني ممكن تبقي متوقعة أن حاجة تكون مؤلمة جدا، هي مش مؤلمة ولا حاجة، بس تتوقعي ده فتحسي بكل الأحاسيس اللي أنت قلتيها، وانت في الاخر ما توجعتيش. ليه بقى؟ ما انا هي الفوبيا اصلا بتيجي للناس منين؟ احنا منين بيجي لنا الفوبيا؟ طبعا هي في ناس بتخاف زي ما حضرتك قلتي من حاجات اللي هي ما يتخافش منها اصلا. واحد بعت لي مثلا يقول لي فوبيا الحموات. انا جات لي فوبيا الحموات. هي الفوبيا بتيجي للبني ادم منين؟ ممكن واحنا كبار كده تتعرضي لموقف فيجيلك بسببه فوبيا. واحدة مثلا اتجوزت واحد وكانت بتحبه قوي قوي قوي، وبعدين فجأة طلقها، فيجيلها فوبيا من الرجالة، ويبقى وخلاص تبدأ تنعزل وتبدأ ما تتعاملش مع رجالة. طبعا مش كل الناس اللي هتمر بموقف ده يحصل لها كده، بس انا بدي لحضرتك مثال. ففي موقف بتمر بيه بيجيبلك الفوبيا دي. طيب في حاجات تانية زي مثلا ما سمر كانت بتقولي قبل القطط، في ناس تخاف من البرتقانه، في ناس تخاف من حاجات. بتخاف من البرتقانه؟ لا، يبقى انا كده احسن يا جماعه، بخاف من القطط يعني. في ناس عندها فوبيا حاجات غريبه، ده بيبقى سببه ايه؟ انت بتستغربي وانت كبيره، بيبقى سببه في الطفوله اللي اتعاملوا معاكي، ايوه، اللي كانوا قائمين على رعايتك. زي مثلا ما كانوا بيخوفونا بالاوضه الضلمه او اوضه الفيران، فيطلع عندك فوبيا من الفار. فانت يعني في اساس التربيه بتاعتك اللي رباكي خوفك من حاجه معينه من غير يعني. ممكن اخوف حد من البرتقانه ازاي مثلا؟ ممكن تكون البرتقانه دي مثلا وانت صغيره شفتي حد ضرب حد غصب عنه بالبرتقانه، فمثلا نزلت دم من عينيه وخدته البيبي ده ورحتوا بيه المستشفى، حصل معاه ربط بالموقف، فحصل لك فوبيا من الموقف. ربطتي الموقف باللي حصل، ربطتيها واللي كانوا بيتعاملوا معاكي وقتها او قائمين على رعايتك، ما عالجوش المشكله دي. ايوه، ما ادركوش ان انت كطفله فقدتي هنا الامان في اللحظه دي، فلازم يحسسوكي بالامان ويفهموكي ايه اتباع الموقف وايه تفاصيله عشان تطلع منك الفوبيا دي. لو ده حصل ما كانش جاتلك الفوبيا. وممكن كمان تتعاملي مع حد عنده فوبيا يبقى قريب منك قوي، مثلا سمر صاحبتي، فهي بتخاف من القطط، فمن كتر ما انا معاها وبمر معاها بمواقف وبشوفها كتير
وبشوفها ازاي بيتعامل لما بتشوف القطه، ممكن الفوبيا دي تتنقل لي. بتعدي يعني. أيوة ممكن تعدي. ان الفوبيا بتعدي، لكن مش ممكن تتعالج بان انت بتقولي نماذج كويسه. يعني يا سمر مثلا عايزه اقول لك، القط بتاعي بينام جنبي على المخده مثلا، لسه ده كده كده شايفاني ان القط بتاعها مخربشه عشان ايديها كانت ساقعه. وشفتي انا حافظه الكلام ده من اسبوع مثلا، ايديها كانت ساقعه وبتلعب معايا وكده، بس مخربشه لعب كده بيلعب معايا. فانا عايزه اقول لكم معلومه يمكن هتكون غريبه على ناس كتيره في علم النفس، اكتر الناس عرضه اصابه بالفوبيا دي هم اكتر الناس ابداع او تميز، لان بيبقى عندهم خيال. يعني الناس العاديه، الناس التقليديه اللي شخصياتهم تقليديه، هتلاقي يعني نسبه الاصابه بالفوبيا عندهم هتبقى قليله شويه. لكن الناس اللي عندهم خيال وبيتوقعوا دايما، زي ما كنتي بتقولي لي، انا بتخيل ان انا لما بنزل مكان مثلا ضلمه او هميل، وده كتير بقى فوبيا الاماكن المغلقه او الاماكن اللي زي دي. ايوه عارفه الخيال ده، وتبداي تدي لنفسك حلول وبدائل كتيره وكذا. معلش اسمحوا لي انا رحت يمكن من سؤالك اللي هو ازاي نعالج الفوبيا. معلش، فخليني ارجع له. ده الفوبيا سهل جدا ان اي حد بيحب حد وشايف البني ادم ده عنده فوبيا، سهل جدا ان هو يخرجه منها. اول حاجه يكون معاكي مصدر امان، حد بتحبيه او مصدر امان ليكي. وبنعمل للبني ادم اللي عنده الفوبيا ده في وجود مصدر الامان بتاعه عمليه استرخاء شويه. ومثلا خلينا نقول انه عنده على سبيل المثال فوبيا من القطط، فبعد ما بعمل له عمليه الاسترخاء، طبعا دي بتبقى جلسات على كذا يوم، بلاش نعمل كل اللي انا هقوله ده في يوم واحد. بوريله صوره للحاجه دي الاول. يعني مثلا سمر عندها فوبيا من القطط، فانا من بعيد كده بعد ما عملت لها عمليه استرخاء ومعاها حد هي بتطمن في وجوده وبتاع، هنقعد عادي مفيش مشكله، هنوريها صوره للقطط او للقطه من بعيد. وبعدين مع الوقت هبدا اقرب الصوره منها شويه. ده اللي بقوله ده الواقع اللي لازم يحصل. وبعدين اسيبها مثلا تاني يوم ابدا اجيب لها قطه حقيقيه بقى. لا قطه لعبه، واخليها تلعب مع القطه اللعبه علشان يتكون في الصور الذهنيه بتاعتها صوره ان القطه دي موجوده، حتى لو عمر مش طفله، حتى لو مش طفله. ما هو خوفه من القطط ده المفروض انا ما بطلعش عندها العماره الشكل ده. لو في قطه لازم اكلم حد ينزل لي عشان في قطه قاعده على السلم. أيوة دي ده واقع. بقول لحضرتك في ناس بتخاف من البرتقاله. طب رشا، ده علاج لو حد خايف من مثلا حاجه زي قطه، كلب، الحاجات دي؟ تمام. بنتكلم والاكثر انتشارا اللي هو فوبيا الاماكن المغلقه، نفس الحكايه او الاماكن المرتفعه. خلينا ناخد نفس الخطوات على مثل اسانسير كمكان مغلق، نفس الحكايه. هيكون معاكي حد مصدر امان ليكي، مثلا حد انت بتحبيه، مامتك، باباكي، جوزك، حد انت بتحبيه مصدر امان، وهيبدا يقول لك انا هكون معاكي في المكان ده. تمام. هتبصي على الاسانسير من بعيد الاول، هتطمني ان هو معاكي بعد الاسترخاء طبعا، ما تكونيش مثلا عصبيه، ما تكونيش مره بموقف في ضغوط او حاجه عليكي. وبعدين هتبداي تدخلي انت وهو الاسانسير ده وما تطلعيش بيه. جربي الاول كاني جبت لك القطه اللعبه، فهماني ازاي؟ انت ما جربتيش الحاجه الواقعيه الاول. فهتدخلي الاسانسير وهتجربي ان انت تقفي جوه الاسانسير ده مع حد مصدر امان ليك، ما فيش حاجه حصلت، تطلعي منه ما تطلعيش بيه. تاني يوم جربي ان انت تطلعي دور واحد، دور واحد بس. احنا فاضيين بقى. بصي ما حصلش حاجه. لا ما هو اصل خدي بالك، الفوبيا دي لو سيبنا نفسنا ليها، شوفي مثلا انت بتشوفي الموضوع حاجه بسيطه، ده يتنقل لاولادك بعد كده. أيوة. فوبيا من الالم تتعاملي معاها ازاي؟ تخوف يعني رهيب من الالم، ان انت تتعرضي لاي يعني الام او غيره. ما هو ده بالظبط عامل زي فوبيا. قصدك الفوبيا من المرض، تقصدي الم الوجع، وجع، حقنه، مرض. حد عنده فوبيا من ان هو ياخد حقنه. نفس الحكايه. بصي هو مصدر الامان معاكي بيبقى مهم جدا في كل انواع الفوبيا. انت لو بتاخدي حقنه وانت ماسكه في ايد حد بتحبيه، فرق ان انت لوحدك كده. او حد بتحبيه حضنك بيطبطب عليكي، لمسك، فرق بين وانت لوحدك. فنفس الحكايه الحقنه، نفس الحكايه. ما انا بديكي خطوات بتمشي على كل الحاجات، هوريكي صوره ليها. احنا يا جماعه مش بنتكلم عن الخوف الطبيعي، بس انت شفتي الموضوع سهل. لا احنا بنتكلم عن ناس فعلا لما بتشوف الحقنه او لما بتشوف القطه او لما بتشوف حاجه ممكن تعطل الحياه. ده حقيقي بتعطل الحياه. ممكن يبقى رجل مهم وفي اجتماع وعامل اجتماع وياخد قرار ودخل مثلا صرصار او فار،
وهو عنده فوبيا مرضية منه. تخيلي بقى يعرق، ممكن يغمى عليه، ممكن دقات قلبه تزيد، انت متخيله هو ايه اثار ده او اتباع ده؟ فاحنا ما بنتكلمش في حاجه سهله خالص، احنا بنتكلم في حاجه فعلا تستحق الدراسه. وعايزه اقول لك احنا البنات بنقولها وبنبينها، الرجاله عندهم الفوبيا موجوده وبنسب تقريبا شبهنا بس ما بيعبروش عنها. من اول طريق ان احنا نعالج الموضوع ده الاعتراف بيه، دايما يقول لك طالما عندك مشكله قولها ما تخبيهاش. احنا اعترفنا بيها وعملنا لك استرخاء وعملنا لك بالتدريج، تمام؟ وهجرب معاك، معلش احنا نسينا النقطه بس عشان يبقى الناس اكتمل عندهم خطوات العلاج كامله. قلنا مثلا احنا نجرب ان هو هيشوف صوره للحاجه من بعيد، وبعدين تاني مره هيبدا يجيب له مجسم للحاجه دي، تمام؟ هيبدا يلمسها، هيبدا يجربها، يدخل فيها، مثلا يدخل في الاسانسير النهارده بس مش هيطلع بيه، تاني يوم هيبدا يطلع دور واحد بس لازم مصدر امان معاه، وده شرط مهم جدا، وبعدين تالت يوم هيطلع مع مصدر الامان بتاعه علشان يقتنع ويشوف بنفسه ان ما حصلش حاجه. ولو خاف جدا ووصل لاعلى درجات خوفه في اللحظه دي سيبوه يخاف، علشان يفرغ طاقه الخوف القويه جدا اللي عنده في وجود مصدر الامان، فتاني يوم هيبقى سهل عليه جدا. بعد فتره، بعد ما نتجاوز ده، بعد فتره لو تعرضتي لموقف تاني، مثلا هنتكلم دلوقتي عن الاسانسير كمثال، بعمل اي حاجه يعني موقف كتير، النور قطع مثلا، النور قطع، وقف بيكي، اي حاجه، هنا بترجعي للنقطه المربع رقم واحد ولا بتحصل لك انتكاسه بقى؟ لا، لو انت تعالجتي صح وعملتيها صح عمرك ما هترجعي بالشكل اللي كنت عليه، هترجعي بس على الاقل بدرجه اخف شويه. بس لو اتعالجتي منها صح وتاكدتي انها ملهاش الاصل فوبيا دي، يعني انت بتوصلي لمرحله فعلا مرضيه ممكن تضري نفسك كنت مش عارفه، فعمرك ما هترجعي للمرحله الاولى لو انت اتعالجتي صح جدا منها. بالعكس هتكوني اقوى، ويمكن تضحكي على الامور، يعني ممكن لو وقف بيك الاسانسير وقتها تكرر تاني الموضوع، وقف بيك الاسانسير فهتضحكي على نفسك لو انت اتعالجتي منها صح. لو انت ما اتعالجتيش صح وخدتي الموضوع كده باستهتار، او اللي كان بيدربك عليه يعني عمال يضحك عليكي واخد الموضوع باستهتار، لا انت ممكن ترجعي فعلا تحصل لك انتكاسه وتبقي اقوى من الاول، فده طبعا مش مطلوب خالص. عشان كده انا بقول للناس اللي بيشوفونا ما تستهتروش بالحاجات دي، ما تقعدوش تضحكوا على حد مثلا يكون كبير وعنده فوبيا من حاجه، ما نستهترش بمشاعر الناس او احاسيسها، لان احنا ما بنعرفش لو مكانهم كنا هنعمل ايه. فلما يكون حد اتعامل مع سمر في الموضوع، انا من كتر الفوبيا اللي يخاف من العفريت بيطلع لي، من كتر ما انا عندي فوبيا من القطط، كنت ماشيه بعربيتي مره وبقطه، في قطه في الموتور يعني، هعمل ايه؟ بصي انا عملت نو 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 نو، كانت مصيبه، وقفت في الشارع وندهت بقى كمين كان واقف، ندهت الضابط، كان موضوع كبير يعني، لقيت اسد. انا اقول للمشاهدين، ويمكن نزلت ده على الفيسبوك، انا من فتره عند صاحبتي في البيت كلب بتربيه، بس هو كبير وشكله خوف، والكلب ده عضني، يعني هي كانت واثقه جدا ان هو مش هيعمل لي حاجه عشان تربيه البيت مطعم وكل حاجه وتمام. فانا فعلا جات لي فوبيا، طبعا مريت بخطوات طويله جدا، وبعدين رحت سافرت عند صاحبتي في الامارات، فعندها مزرعه وعندها كلاب في قفص، فقلت قررت انا هعالج نفسي في اليومين اللي انا قاعداهم من الفوبيا دي. فكان عندها كلاب صغننين، عشان كلاب صغيره لعبة، وكلاب كبيره، عشان كلاب صغيره فعلتي ده في البيت، في كلاب كبيره في القفص. ما هو انت عشان تعالجي بتعملي ايه؟ بتبداي الاول باللعبه، وبعدين تبداي بالحقيقه بس على صغير، وبعدين تقربي منه بس وهو في القفص، تمام؟ وبعدين تبداي تتعاملي معاه. يا ريتني كنت جبت الفيديو ده شفتوه، صورت خطواته كلها ونزلتها على الفيسبوك. شكرا للناس. شكرا ليك يا دكتوره رشا، نورتينا. دكتوره رشا الجندي، استاذ علم النفس والكبيره النفسيه، شكرا جزيلا. ميرسي، نورتي يا رشا، نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد من 9 ل 11. صباح الورد، صباح الورد عليك يا ايمان. صباح الورد عليك يا سمر وعلى كل مشاهدينا، ان شاء الله نشوف حضراتكم بكره في حلقه جديده.